تقرير الطب العدلي حول اغتيال الطبيب الشهيد دكتور بابكر عبد الحميد سلامة دفع من جديد بجدل كثيف في الساحة حول من اغتاله. هنالك نظرية تتخلق الآن تقول بأن هنالك طرف ثالث لهم المتظاهرين ولهم الحكومة من مصلحته أن يدفع الأمور في السيناريو الخطر. البعض بيعتبر أنه الكلام ده بتقوله الحكومة طقحنك يعني، وأنه محاولة للتبرؤ من المسؤولية، وأنه هم الأجهزة هي التي قتلته، وعندهم رواية للموضوع ده أنه ما عارفه كان بيعالج وقالوا لي حدارين انك انت بالذات واطلقوا عليه الرصاص. والحكومه تقول ليس من مصلحتنا قتل الناس، احنا ما عندنا مصلحه حقيقيه في ان نوتر الاوضاع ندفعها الى مزيد من التصعيد بمثل هذا الفعل الانتقائي، ان تقصد انسانا بعينه لتقتله. واضعين في الاعتبار كذلك ان الحكومه تقول ان هذا الطبيب تم اختياره بعنايه، والهدف من ذلك إدخال شريحة الأطباء إلى حيز الإضراب السياسي. بين هذه الرواية وهذه الرواية يدور جدل في الساحة الآن، ويسأل الناس ما هي الرواية الحقيقية، ما هو المنطق الذي يستند إليه كل طرف في هذا الموضوع. خلونا نبدأ بالكلام اللي قالونا الطب العدلي ونعود. الكلام الدار انه تم انه كان دكتور بابكر بيعالج بعض المرضى في منزل وتم اقتحام المنزل، وبعد ذلك تمت اصابه دكتور بابكر مباشره بطلق ناري، وبالطريقه دي طبعا حيكون السلاح اللي هو الاصابه من مسافه قريبه دي حاجه، والحاجه الثانيه حيكون يعني مدى الاطلاق قريب والإصابة من الأمام بحسب الرواية اللي وردت. طيب نحن في التشريح عادة في تشريح الحالات ما بندخل معانا أي شخص، لكن في كل الأحداث في كل الحالات اللي مرت بينا في هذه الأحداث لأنه الناس في النهاية يعني حيكون في شك وظن، ولذلك عمدنا انه في كل الاحداث يكونوا معانا شنو ناس خاصه من اهل المتوفي، وخاصه لو كانوا ناس رسميين يعني من جهه رسميه او اطباء، كما في حاله زميلنا نزل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويدخل الجنه دكتور بابكر، جاء عدد من الاطباء نواب اختصاصيين كانوا معانا، وجاء مستر كمال خوجلي وطلب انه يحضر معانا التشريح، وطلبوا عدد الاطباء دول كلهم انه يحضروا معانا التشريح. طوال احنا فتحنا لهم الباب واديناهم اللبس لبسوا خشوا معانا حضروا معانا التشريح من اول. اول حاجه لو كان مدى الاطلاق مدى قريب، يعني انا بتحدث عن اقل من 1 متر، بتلقى اللي هو ما يسمى بالحشار. الحشار دي اللي هي الطلقه، وداخلها طبعا بيكون في بليتس طلقات صغيره اللي هو الظرف بتاع الطلقه ده بيكون داخل الجسم، بيعمل مدخل قد يستغر داخل الجسم وقد يطلع بيعمل حاجه اسمها مخرج. يعني الطلقه الناري ميزه انه بيعمل مدخل وبيعمل مخرج. فأول حاجه الطلق كان من الخلف وليس من الامام. الكلام ده نحن مصور بفيديو من بداية التشريح وحتى نهايته، وحضروا معانا مجموعة من نواب الأخصائيين، وحضر معانا مستر كمال خوجلي اللي هو منو كمال خوجلي هو أستاذ اللي هو دكتور بابكر شغال معاه في الوحدة بتاعته، يعني جاب مخصوص إنه أصر على إنه يحضر، ونحن زادنا سعداء إنه حضر معانا. الطلق الناري كان من الخلف، الإصابة كانت من الخلف، ووجدنا مدخل فقط للطلق الناري ولم نجد مخرج، والدليل على ذلك
وجدنا أجزاء اللي هو الطلقة النار مستقرة داخل الجسم. يعني كانت نحن طلع لأنه كان الإصابة من الخلف أصابت الرئة في الفص السفلي من الرئة اليمنى. وحدث التهتك ونزيف مات على إسرها دكتور بابكر، دكتور بابكر اللي هو بالنزيف الدموي الغير مرتجع والتهتك الحدث في الرئة. طيب الطلق كان الإطلاق كان من الخلف والإطلاق كان من مسافة بعيدة ليست مسافة قريبة. ليه؟ لأنه الكيس أو اللي بيسموه الحشار دي لو من مسافة قريبة بيستقر، يعني تلقاه كله داخل الجسم. لو مسافة بعيدة بتطلع اللي هو الطليقات الصغيرة البيلتس دي هي اللي شنو هي اللي بتنتشر. ولذلك نحن لقينا البيلتس الصغيرة دي، لقينا بيلتس اللي هو نحن وصفناها إن هي أجسام معدنية شبه دائرية قطرها نص في نص سنتيمتر، وتم تحريزها حرزناها وتم تسليمها للأدلة الجنائية لمعرفة نوع السلاح الذي تم شنو الإطلاق منه، إنه تحديد العيار وتحديد السلاح الذي تم الإطلاق منه. يعني كونه إنه أصيب مباشرة من الأمام وأصيب من مسافة قريبة الكلام ده غير صحيح. طيب هل الرصاصة دي رصاصة انشطارية اللي هو تسمى بدمدم؟ الرصاصة الانشطارية دي عندها وصف معين إنها بتطلق خلاص عند إدخالها في الجسم بيحدث شنو اللي هو انفجار. بيكون مدخل الرصاصة الانشطارية مدخل معين لأنه بيكون اللي هو المدخل بتاعه بيحصل فيه انفجار، بيكون مدخله كبير جدا وبتحدث إصابة بالغة اللي هو تهتك كبير في الأنسجة. اللي نحن وجدناه يا جماعة وجدنا إنه المدخل بتاع الطلقات النارية مدخل عبارة عن يعني فقد في النسيج، يعني جرح فيه فقد في النسيج مقداره نص في نص سنتيمتر شبه دائري. يعني كانت المدخل بتاعه يعني صغير جدا، وده دلالة على إنه شنو دي ما رصاصة انشطار. الكلام اللي أنا بقول لكم ده يا جماعة فيه مجموعة من الأطباء، كل أطباء أو زملاء دكتور بابكر عبد الحميد اللي جو مشرحة الأكاديمي كلهم دخلوا معنا التشريح بدون فرز، كلهم شاهدوا الكلام ده. عشان الكلام يا جماعة يبقى كلام واضح وما يكون في أي لبس في الموضوع. كنت أتمنى إنه دكتور كمال خوجل يكون حاضر معانا لأنه هو خش معانا، مستر كمال خوجل هو أخصائي بتاع جراحة قلب وهو شغال في أحمد قاسم، ودكتور بابكر رحمة الله عليه واحد من الناس اللي شغالين معاه. يعني فالإطلاق كان من مسافة قدرناها لأنه السبيرشن المسافة ما بين الجلسة المنتشرة اللي دخلت الجسم دي قرابة 16 سنتيمتر، يعني قدرنا المسافة ما بين 4 إلى 10 يعني متر، كل 16 سنتيمتر بتديك 8 أمتار في شنو في الإطلاق، يعني كل 4 أمتار بتديك متر، كل 4 سنتيمتر بتديك مترين. فقدرنا المسافة ما بين 4 إلى 10 أمتار، والإصابة كانت من الخلف، وحسب معرفتنا نحن بنوع السلاح المستخدم إنه بنقول إنه دي عبارة عن خرطوش، طلق الخرطوش اللي هي بتكون فيها الحشار ده بيكون جواه في شنو مجموعة من الشنو مجموعة من البيلتس جلل الحديدية الصغيرة، مع الإطلاق في مسافة بتنتشر هذه الجلل وبتصيب الجسم. بعدها نحن بنقيس أبعد نقطتين، يعني أبعد نقطتين كانت حوالي 16 سنتيمتر، أبعد نقطتين دخلوا الجسم حوالي 16 سنتيمتر، قدرنا الإطلاق ما بين 4 إلى 10 متر. رغم أنه يعني الحكومة اعترفت بعدد من الذين استشهدوا، يعني بيتكلم عن الآن عن حوالي 26، إلا أنها في هذه الحالة بالذات
تحدثت عن سيناريو مختلف، وده يقتضي الانتباه. يعني في كيسز تانية ما تقال فيها الكلام ده، في حالات تانية ما تقال فيها الكلام ده، في الحالة دي بالذات يتقال الكلام ده. هنا نحتاج أن نفهم ونحتاج أن نعرف هذا الطرف الذي تتهم الحكومة من مصلحة كل الأطراف الموجودة في الساحة أنها تعثر على من قام بهذا الفعل. افتكر دي حقيقة واضحة. يعني إذا الناس الموضوع خرج عن إطار الصراع السياسي، وأنا أدعو لإخراجي من عن إطار الصراع السياسي، مصلحتنا جميعا أن نأخذ هذه الروايات على حد سواء، يعني خدتها الاثنين مع بعض. في الكيزة بالذات في كلام محدد، ودائما الساحة لما يكون فيها صراع بيكون فيها مستثمرين، وحنجل الكلام ده بشكل كبير يعني، فده بيقتضي نمر واحد التأكد والفرز. لكن خلونا برضو اليوم وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات مأمون حسن إبراهيم تحدث عن امتلاكم معلومات تفيد بمخططات جارية. نشاهد ماذا قال ونعود مع الأستاذ الصادق الرزيقي لتحليل المشهد. واحدة من عربات الشرطة كانت تحمل جثمان أحد المتوفين في الأحداث، يمكن يكون تم يعني تدميره وإتلافه، وتم الجوانب المختلفة به حتى ضرب منسوبيها. يمكن يكون صور العرضة قبل قليل، يمكن يكون دي شواهد في يوم أمس لبعض أفراد هذا الأمن والمخابرات الوطني هم يقوموا بواجب، انقلبت عربتهم، ويمكن يكون تم إصاباتهم إصابات بليغة جدا. الأمر دار أقوله التعليمات المستديمة من اللجان المختصة والجهات الأمنية بضبط النفس شاهدة حادث يوم أمس. كانت هنالك قوة مرتكزة خارجيا، كان من الشرطة، كان من غيره، كان من الاستدعاءات المختلفة وجاهزية القوات المختلفة إنها تتدخل، تم ضبط النفس إلى أن تم سحب هؤلاء المصابين. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني حالته بدأت تتحسن، لأنها إصابات بليغة جدا وغيره، وهم ضبطوا نفسهم، زملائهم ضبطوا نفسهم، القيادة ضبطت نفسها، لأنه نحن بنتعامل، لأنه من يرتدي زي المؤسسة العسكرية يعلم معالات هذا الأمر، وظلت هذه القوات بشكلها المختلف تمارس. هذه هي شواهد حية. أنا دار أقول هذا هو الجديد في الأمر، استهداف القوات الأمنية. ونتكلم عن استهداف القوات الأمنية بشكل مباشر معناها استبداد للعنصر الأمني الذي يحق له القانون في حالات محددة إنه يستخدم القوة يحمي نفسه. هذه هيبة الدولة وهذه هيبة مؤسسة بشكل مباشر. فبالرغم من ذلك تم ضبط النفس، وأنا دار أقول ده جديد في مسرح يعني المسرح المباشر في قضية المسار بعض الاحتجاجات بشكل مباشر. الأمر الآخر برضو الجوانب المتعلقة بحسب القوات النظامية بالحجارة والإصرار على ذلك، كذلك المسائل المربوطة بالكاميرات المختلفة. هذه الكاميرات مثل هذا الشعب بشكل مباشر، وهي التي تحفظ الأمن في مساحات مختلفة، ليس في قضية الاحتياجات فقط، لكن الآن في أمر مستهدف. ولاحظت الأمر ده يمكن يكون لولا الكاميرات اللي كانت موجودة في بعض البنوك الناس ما كانت توصلوا لبعض ما هو. كذلك يمكن يكون يعني بشكل مباشر الجوانب المتعلقة حقيقة ببعض المعلومات والشواهد يا أخواننا في مسار هذا الأمر تؤكد يعني القوات المختلفة والأجهزة الأمنية لديها معلومات تتواتر، ولما نحن نتحدث عنها اتقاء يا أخواننا بشكل مباشر لديها معلومات مؤكدة تماما في أنه جزء من المسار بتاع تأجيج الواقع الموجود في هذه الاحتجاجات. وهذا المسار انه الاستهداف النوعي. لو لاحظنا الان بشكل مباشر من مضوا لله سبحانه وتعالى، ربنا ان شاء الله يتقبلهم ويجعلهم في عليين، ويلزم اهلهم وزويهم الصبر، ويلزم كل اهل السودان، لانه فاجعه اي زول من وطننا العزيز هو فاجعه الناس جميعا. نسال الله سبحانه وتعالى يتقبلهم. انا اقول انه جزء من المعلومات مواصله القضيه المربوطه بالاستهداف بشكل مباشر النوعي الذي يجعل غير الاستهداف الأجهزة الرسمية الاستهداف النوعي. إن كانت المعلومات موجودة في أنه يتم استهداف نوعي، أطباء
قيرو بشكل مباشر. انا اقول جزء مما يتوافر لدى الاجهزه الامنيه بشكل مباشر ان هنالك ما يتم الترتيب له لاستهداف متعلق بالمرحله المقبله، ان كان في استهداف للمراه، استهداف للطفل، غيرها من الاطر المختلفه، لانه رايته كثير جدا من شكل الجوانب المختلفه والاشاعات المربوطه ب الجوانب المتعلقه ب يعني فقد طفل بشكل مباشر، والاشاره الى مضيف، وممكن يكون من خلال ما هو موجود عندكم من الوسائط من خلال الرصد تم تصحيح المعلومه، ويمكن يكون حتى من خلال ابراز الامر الاخر الزج بالاطفال في هذه الاحتياجات، والشواهد فيها موجوده، كان في المدارس، كان في غيره، بالاضافه للمسائل المتعلقه بالاشاعات تمت بشكل بوجود الحركات المسلحة على المشهد. واضح أنه هو بيخلي الحكومة تتكلم دائما عن أطراف أخرى، وبروز خطاب عنيف برضو من بعض الناشطين الحازبين نفسهم على الاحتجاجات. الحركات المسلحة قالت شنو؟ شاهد، نسمع من السودانيين أن المعارضة في الخارج من السهل تتحدث، ولكن من يريد أن يتحرك فما عليه أن يكون في الداخل. طبعا نحن أسسنا حركة وقاتلنا النظام ده على مدى 17 عام، ويعلم الشعب السوداني ذلك جيدا، ولكن نحن لا نمن للشعب السوداني لأنه لسنا قاتلنا حتى يجزينا أحد، قاتلنا لأن ذلك إيماننا أن وطننا في حوجة أن نقاتل هؤلاء الأوغاد ونغيرهم، واتخذنا طريقين ولم تفلحوا. فلحنا تماما، لأنه هذه الانتفاضة نحن جزء منه، لأنه جزء من هذا الشعب، ومطلبنا هو تغيير النظام. وحق شعبنا كله يهني الأخوات النازحين واللاجئين صبروا معنا ووصلونا لهذه النقطة، ونهنيهم بأنه الآن انتصرت أو في كادت أن تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. الجهد يا جماعة جهد تراكم ما من اليوم، من سنة 1989 المعارضة خرجت وعارضت، سواء كانت هذه المعارضة كل يعني كان له سهم في هذا الأمر، وكانت له مساهمة في الذي تحقق وفي الذي وصلنا إليه الآن. أنا أفتكر هي تضافر جهود ومراكمة لجهد مستمر للذين حملوا السلاح وللذين حملوا الأقلام وللذين حاربوا بلسانهم، لكن في النهاية نحن نفتكر كلنا ساهمنا في هذا الأمر مساهمة كبيرة، ووصلنا لنقطة نفتكر أنه الآن الثورة انطلقت وفي الطريقة للانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى. الجهد التراكمي ده حقه كلنا نوصله لنهاياته بمزيد من الجهد، والحمد لله الجهد ده وصل الآن مرحلة ما عاد الناس مطالب، ما عاد يتكلم عن الرغيف رغم أهمية الرغيف، ما عاد يتكلم عن غاز الطبخ، ما عاد يتكلم عن وقود سيارات، هذا يتكلم عن صفوف البنوك. عدم وجود قيادة واضحة لحراك المهنيين، ما ظاهرين، ما معروفين وين، ما معروفين هم منو، يعني جعل بعض الذين يخرجون أيضا ويتحدثون باسم الحراك يعني تحت العين، يعني بيشوفون دول منو دول، يعني دار يقول شنو في بحثا عن الخطاب، يعني الخطاب الذي هو عن هؤلاء. من الخطابات أيضا المتصلة بموضوع البحث عن منو في الساحة، وأنا كنت دائما بأكد عليه وأنه لازم نبحث عن منو في الساحة، لأنه من يجي أما تعرف منو في الساحة بتقدر أما تحصل اتهامات. ما الآن عندنا اتهام الحكومة هي التي قتلت، الاتهام موجود خلاص، ده مخطوط، يعني سما في ذول يقول ده ما موجود، ده موجود في اتهام آخر لطرف تاني، خاصة في وجود الحركات المسلحة برضو موجودة على الطاولة، يعني لو اديت ده 50 تديت ده 50،
خليهم الاثنين قدامك مع في نفس الوقت، خطاب عنيف والتحديث حديث عن سيناريوهات بعضها غامض وبعضها اصرح. خلينا نشاهد بعض الناشطين ده قالوا شنو كده. بس انا داير اوضح انه يا جماعه ندعم لجان المقاومه، وتاني ما نطلع لا مظاهرات ليليه ولا نشتغل وقفات احتجاجيه، نجهز الكبيره بس. بلد دي بيحصل فيها موت ونحن خطنا ما دسينه، ما غالبنا نجيبه في الساحه الخضراء لما كان قاعد في الساحه كلهم كنتوا بتعملوا الحاصل، ما غالبنا نجيبه في الساحه. ما كان ناصر طلقه بنجيبك ما غالبا. تهديد باغتيال الرئيس. استاذ الصادق الرزيقي مرحبا بك. السلام مساء الخير. يعني الآن في الساحة حديث عن طرف آخر غير المتظاهرين وغير الحكومة، طرف مستثمر في الساحة، إلى أي مدى يمكن لهذا الاتهام أن يكون منطقي ومقبول؟ طبعا هذا يعني هذا الطرف أعلن عن نفسه أكثر من مرة، يعني توجد كيانات غير شرعية، كيانات تدعي أنها تمثل المهنية، ما يسمى بتجمع المهنية، ده كيان غير شرعي غير قانوني غير موجود غير مرئي، أيضا كيان جبان يعني لأنه لا يستطيع أن يظهر علنا إلى السطح. استغلال مثل هذه يعني اللافتات واستغلال مثل هذه الأسماء هو أسلوب معروف عن أحزاب اليسار وخاصة حزب الشيوعي السوداني وبعض الحركات، وده من بقايا الممارسة والسلوك السياسي القديم القائم على التخفي والتعمية والجبن، يعني دي مرحلة من المراحل التي انتهى في العمل السياسي. العمل السياسي أصبح فضاء مفتوح، تنافس مفتوح، لكن مثل هذه الكيانات التي تستغفل العامة وتدعي أن لديها وجود هذه حدها قصير. وطبعا تستطيع الآن بمزيد من البحث ومزيد من التقصي والتحري أن تصل إلى من الذين وراء مثل هذه الكيانات، وأنا أعتقد أن السلطات الموجودة قد تمتلك عدد هائل من أو كبير هائل من المعلومات حول مثل هذه الكيانات، لأن تتبع ومتابعة وملاحقة وتعقب الاتصالات والرسائل والبيانات أصبح سهل في العالم. لكن المطلوب الآن من الأحزاب السياسية والمعارضة أو الحركات التي تدعي أنها هي التي صنعت مثل هذه التحركات أن تظهر للعالم بقياداتها وأن يظهر للناس. أولا كل المهنيين في السودان لا يعرفون أي فرد من أفراد هذه الكيانات الهولامية التي تشبه الفيروسات والبكتيريا. أستاذ الصادق، هناك من يقول بأنه عدم ظهور كيان المهنيين للعلن ربما سبب أمني، وهناك من يقول أنه ربما سبب سياسي، حتى إذا ظهرت هذه القيادات زي ما ظهر محمد يوسف مثلا هذا سيكون خصما على الحراك. أيهما ترجح إذا ما عندك سبب ثالث؟ يعني هي كلها في العمل السياسي واردة، لكن أن يتخفى شخص ولا يريد أن يظهر هذا خصما طبعا على نجاح مثل هذه الثورة المزعومة. أنا يعني أرى أن الذين يقودون ما يسمى بالتجمع المهني كانت لديهم تدابير أمنية أو كانت لديهم تقية هذا شيء مختلف، لكن إذا كانوا يريدون نجاح مثل هذا التحرك إن لم تكن لديهم أهداف أخرى زرع الفوضى ونشر الدم والقتل الذي نراه اليوم، كانت لديهم يعني أجندة واضحة، أجندة سياسية، فليقودوا هذه التظاهرات علنا وليظهروا للناس. لكن واحدة من أهم أسباب ضعف هذه التظاهرات وانفضاض الناس عنها وإشاحة الشعب السوداني لوجهه بعيدا عنها هو عدم ظهور مثل هذه القيادات. لا يفيد ابدا ان تختفي وراء اللافتات الكبيره ثم تمارس عملا سريا. استاذ صادق، يعني البعض يعتبر انه مثل هذا الحديث هو مجرد فزاعه تخويف، يعني اخذ موضوع السيناريو الليبي السيناريو السوري كل هذه فزاعات يعني، والان الحديث عن طرف ثالث ايضا يمكن ان يؤخذ في سياق الجدل في وسط الانقسام السياسي الموجود انه هذه ايضا محاولة للتخويف. يعني لا ليست محاولة تخويف، هو موجود بأفعاله.
هو الذي يدعو للتظاهر، هو الذي يصدر التوجيهات والبيانات، لكن من وراء هذا اللافتة الكبيرة؟ يعني لافتة تجمع المهنيين اسم براق ولماع جاذب للإعلام، حتى الإعلام الخارجي يتعامل مع هذا المسمى، لكن عندما ننظر إلى حقيقة هذا المسمى لا نجده على الأرض ولا نجد تجسيد في فيزيائي لهذا التجمع، نجد أثر هذا التجمع. يعني أنت تتنفس الأكسجين لكن لا تستطيع أن ترى أين هو الأكسجين. إن كانوا يريدون أن يسخروا للعلم فليسخروا، لأن الثورات لا يمكن لثورات أن تقاد بالريموت كنترول، ولا يمكن للثورات أن تنجح عن طريق الاختباء وراء الكواليس. إذا كان هناك تجمع حقيقي للمهنيين، وأنا أرى أن هذا التجمع ليست لديه قواعد، لأن المظاهرات والتظاهرات الضعيفة والدعوات للتظاهر التي لا تستقطب أحدا، إنه هذا الكيان كيان غير حقيقي، ليست لديه قواعد، ليست لديه قيادة، ليس لديه أي تأثير في الحركة النقابية السودانية، وهي حركة عريقة وتاريخية ومعروفة، عنوان الشجاعة، عنوان المواجهة في كل جولات الحركة النقابية السودانية من أيام الاستعمار. الحركة النقابية كانت تظهر برموزها بقيادات للناس. من يدعون أنهم مهنيين وقادة للنقابات أو اتحادات فليسخروا للناس. هذا هو التحدي الحقيقي أمام الكيان. لكن نحن نعلم أن هذه واجهات لليسار، واجهات الحزب الشيوعي للمؤتمر السوداني والأحزاب التي تدعي أنها تحرك الشارع عبر هذه اللافتات. هي لافتات فقط، وهذا سينكشف عما قريب. التزوير ومحاولة تحوير إرادة المتظاهرين للأجندة السياسية، هذا سيظهر في الأيام القادمة. المقتل الطبيب الشهيد بابكر الآن يثير قضية جدلية في الساحة، يعني الآن أكثر من رواية، يعني كيف السبيل لحسم هذا التناقض الموجود في الساحة حيال هذه القضية؟ أنا طبعا استمحت إلى الشرح الطويل، هو شرح قائم على حقائق علمية، قائم على حقائق طبية، قائم على رؤية جنائية للأحداث. هذا هو الحديث المغنى الذي يجب أن يظهر للناس، كيف كانت الإصابة، ما هو مدى الإصابة، أي سلاح تم استخدامه، ما هي زاوية الإصابة، كل هذه المعلومات ذات الطبيعة الفنية المجردة هي التي تقنع الرأي العام. قبل توجيه الاتهام لأي طرف يجب أن نحدد نوع السلاح، من أين أطلق السلاح، ما هي مسافة السلاح، أيضا ما هو الغرض. إذا كان الذين يقودون هذه التظاهرات سياسيين من الأحزاب يريدون أن يقدموا أيقونات لثورتهم من بعض الشباب، لا تصنع مثل هذه الأيقونات لهذه لأن حبل الكذب قصير ويظهر للناس. والآن قد كشف المحجوب تماما وكشف المستور في هذه العمليات أن هنالك بالفعل جهات تمارس هذا القتل من داخل صفوف المحتجين. على الدولة أن تتعامل، على الحكومة والسلطات أن تتعامل بأقصى درجات الشفافية والوضوح في توضيح مثل هذه الأمور. كذلك التحقيقات الجنائية يجب أن تصل إلى القتلة، ويجب أن يقدم هؤلاء القتل للعدالة. الواضح في هذا القتل أن القوات النظامية هي قوات احترافية. هذه القوات لديها نظم، لديها قواعد، لديها طرق محددة في إطلاق النار أو إطلاق الرصاص، وتعرف كيف تستخدم السلاح. لكن من الواضح أن استخدامات السلاح الآن وعمليات القتل التي تتم داخل صفوف المحتجين والانتقائية التي تتم لبعض الأشخاص، واضح أن هنالك تدبير. ليه هذه الانتقائية؟ يعني بيقول لك دائما أبحث عن المصلحة، يعني مصلحة هذا الطرف، ما هي المصلحة الراجحة لديه في هذا الفعل؟ المصلحة الراجحة هو استثارة عاطفة الناس ومزيد من التأليب للناس وإثارة المجتمع وسوق المجتمع، لأن المجتمع السوداني مجتمع بطبعه يرفض القتل ويرفض التعامل العنيف ويرفض رؤية الدم الذي يسيل. فلذلك يعني نحن شهدنا الذي حدث في بر، كان انفعال الناس كبيرا عندما سمعوا بالقتل، وكان انفعال الناس أيضا كبير عندما عرفوا أن هنالك إصابات بالغة، وعندما اختير الطبيب لأنه الطبيب يمثل المهنة الإنسانية في أرقى مدارجها،
وكذلك عندما يختار الأطفال، لأن كل نفس بشرية تتعاطف مع الطفل وبراءة الأطفال، فهذه انتقائية مرتبة منظمة تمت بطريقة فيها مكر سياسي واضح، أن تكون هذه هي أيقونات الثورة، وأن هؤلاء هم لافتة الثورة التي ترفع، وهذا هو قميص عثمان الذي يرفع للناس حتى تتم الدعوة للفتنة وتعم الفوضى في البلاد. ولكن من لطف الله بالسودان أن هذه الأمور كشفت في مهدها، وأن هذه الأمور أميط عنها اللثام بمجرد أن حاول صناع هذه الفتنة استغلال هذا الأمر. أستاذ صادق، يعني في موضوع الإعلام هناك حديث الآن، الدولة نيابة من الدولة بدأت في إجراءات بخصوص 28 صحافي وناشط إلكتروني تتهمهم بالتضليل وتشويه السمعة. أيضا هنالك حديث حول سحب تراخيص لبعض الزملاء في القنوات الفضائية. إلى أي مدى يمكن أن يعتبر مثل هذا الفعل معاديا لحرية الصحافة والإعلام؟ كيف تقرأ هذه الخطوات؟ يعني بالتأكيد نحن مع حرية العمل الإعلامي، حرية الإعلام، حرية الصحافة. دائما عندما تثار مثل هذه الاتهامات ضد الصحفيين، نحن نطالب أن تجتهد الجهات التي قدمت مثل هذه التهم أو قامت مثل هذه الإجراءات أن تقدم الدليل والسند على مثل هذا الأمر، وأن يكون التحاكم إلى القضاء العادل. إن كانت هنالك تهمة فلتذهب هذه التهمة إلى الأجهزة العدلية، لكن أن يوقف صحفي أو يصادر حقه في العمل فهذا ما نرفضه نحن ولا نتفق معه. وأنا أعتقد أن هذا الإجراء الذي تم إجراء جانبه الصواب، لأنه لا يمكن أن تتعامل مع مكاتب للمراسلين، مكاتب موجودة تمارس عملها. ما الذي تفعله إذا تحول هؤلاء نفسهم إلى ناشطين، أو تحولت القنوات نفسها التي تحاول جمع المعلومات عبر مكاتبها إلى الاستعانة بأطراف أخرى ومصادر أخرى؟ التعامل مع هذه الأمور يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى دراية، ولكن الموقف المبدئي أننا مع حرية الصحافة، مع حرية العمل الصحفي، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل عاجل لهذه الأمور. لأن تزامن إجراء سحب التراخيص أو عدم التجديد مع هذه الأحداث يشير إلى أن التقدير هنا تقدير سياسي وليس تقدير قائم على قوانين ولوائح وضوابط تحكم مجالات التراسل الموجودة هنا. المكاتب الموجودة للقنوات الفضائية أو المراسلين الموجودين أو المراسلات الصحفية الموجودة خاضع للنظام، خاضع على القانون، يجب أن نرجع إلى القانون وإلى النظام. لكن أن نبتسر هذا الموضوع كله جملة واحدة فأنا أعتقد أنه غير مفيد. في هذه اللحظة السودان في حالة إلى تحسين صورته في الخارج، إلى تحسين صورته الإعلامية، هنالك أكثر من وسيلة لتحسين أداء مكاتب المراسلين أو التواصل معهم والتحاور معهم. وأنا أرى أن لا نصنع أزمة جديدة في الإعلام بمثل هذه الإجراءات. طيب ختاما، كيف يعني تقرأ، كيف ستكون يعني الأحداث في الأيام المقبلة على ضوء إعلانات مجددة من المهنيين بالتظاهر هذه المرة خارج الخرطوم، يعني بدوا يتحركون نحو الأطراف؟ طبعا هذه التظاهرات الموبايل هي بدعة جديدة في تكتيكات العمل الثوري والاحتجاجي، وأنا أرى أنها غير ناجحة، لأن الانحسار واضح، وأن عزوف القطاعات الشعبية الكبيرة، عزوف المواطنين على الانخراط في هذه التظاهرات كان واضحا. وآخر ما شاهدناه هو تظاهرة أم درمان الهزيلة التي خرجت قبل أيام. وأنا أعتقد أن الولايات الآن أكثر وعيا، لأن الذين بدوا هذه التظاهرات ثم قاموا بالتخريب في الولايات لن يسمح لهم، سواء كان من الجماهير، جماهير الولايات، أو من السلطات الرسمية، لم يسمح لهم بتكرار ما فعلوه في بعض الولايات. أنا أقول أن هذا الانحسار وهذا الضعف البائن في التظاهرات في الأيام الأخيرة هو بداية النهاية لهذه التظاهرات، وأن الأحزاب السياسية انكشفت تماما في الأحزاب السياسية المعارضة،
ولم يعد هذه التظاهرات جاذبة حتى لقطاعات الشباب الغاضب، لأن الأمور كلها الآن اتضح فيها الغرض السياسي، اتضحت الأجندة السياسية، اتضح العمل الحزبي المعارض فيها، فلذلك أخرجت من السياق الطبيعي لها كتظاهرات مطلبية إلى 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 جانب آخر. كذلك نحن استمعنا إلى قادة الحركات المتمردة. لا يمكن للشعب السوداني أن ينساق وراء هذه الدعوات التي تدعو إلى العنف وإلى القتل وإلى استعمال السلاح وإلى إعادة المظاهر السابقة التي شهدناها في دارفور أو في مناطق أخرى من التدمير والتخريب والحرق. هذه الأساليب التي كانت تمارسها الحركات هي أساليب مرفوضة، وهي التي عزلت الحركات، وهي التي جعلت مجتمع دارفور الآن يتخلص تماما من التمرد ويعود إلى دارفور الهدوء. هذه الدعوات اليائسة من قادة الحركات هي التي تزيد هذه التظاهرات ضعفا، وتزيد هذا الحراك الذي أرادوه ثورة تزيده خبالا في خبال. شكرا لك الأستاذ الصادق الرزيقي المحلل السياسي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على هذه الإفادات. فاصل قصير ثم نعود. من جديد مرحب بكم. ظللت في هذا البرنامج وعلى مدى حلقات سابقات أركز دائما على معادلة الطرف الثالث في الأحداث، يعني ظللت مهتم جدا بخطاب قوى غير ظاهرة في الميدان. الميدان ده فيه أجهزة الأمنية وفيه المتظاهرين الشباب، هؤلاء الشباب ثائرين محتجين ناقمين على الوضع، هم موجودين ومتحركين وظاهرين، يعني ما في كلام فيهم، والأجهزة كذلك موجودة. كل ذول يعني الأجهزة تقوم بدورها المطلوب منها دستوريا، لكن أنا دائما كنت مشغول عن طرف ثالث. الطرف الثالث ده المستثمر، هل هو طرف مستثمر؟ هل هو طرف فاعل؟ هل هو طرف منتظر؟ وبلاحظ الخطابات زي ما قلنا قبل شوية أنه لأنه التجمع المهنيين حتى الآن غير واضح، غامض، ما معروفة قياداته بشكل واضح، ما معروفين قاعدين جوا البلد برا البلد، القيادات برا، الشباب ديل هنا في جزء منهم قاعدين جوا، ما معروف يعني بالنسبة لي على الأقل يعني. ولكن في بحثي عن الخطابات أنا قبل شوي عرضت لكم واحد من الشباب بيقول كلام، وهو ده واحد من الجماعة اللي بيعملوا لايفات وبيتحدث بشكل مستمر، والآن هو أظنه خارج السودان، يعني كان يقول أنا داخل السودان، بعد شوي قال أنا طلعت برا السودان، فأظنه بيخاطب لي في مجموعة من الطلبة في واحد من الدول يعني. وأنا منتبه جدا لهذه الخطابات وبحاول أقرأ دلالاته. خلوني أرجعكم له مرة ثانية عشان أنا أعلق عليه ثاني. بلد دي بيحصل فيها موت، ونحن خطنا ما دسينه، ما قالبنا نجيبه في الساحة خضر الله، وان كان قاعد في الساحة كلهم كنتوا بتمعين الحاصل، ما قالبنا نجيبه في الساحة، ما قال ناصر طلقة بنجيبك ما غالبانا، طلقة بنجيبها ما غالبانا ما غناصة. كلمة الغناصة دي غادتني إلى إرشيف التلفزيون الروسي في مادة باسم قناصة الثورات في الربيع العربي يصنعون التاريخ، واحد من الخبراء الروس كان يتحدث عن القناصة اللي ظهروا في الربيع العربي، ولعل هذه المادة تستحق المشاهدة وتستحق التفكير والتأمل. أنا ما دار يعني ما دار أقول نتائج، لكن دار أخلي كل الوقائع على الطاولة، كل الفرضيات على الطاولة، ولنا نتناقش فيها ونأخذ منها وندع. دعونا نشاهد ونعود. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ضيف حلقة حديث اليوم الباحث والكاتب الروسي المعروف نيكولاي ستاريكوف، صاحب عدد كبير من المؤلفات المعنية بما يعرف بالثورات الملونة، والذي أطلق
عددا من المقالات تحمل آراء تستحق المناقشة تتعلق بدور القناصة في أحداث الثورات التي اشتعلت في العالم العربي. مرحبا بكم سيد نيكولاي. بودي معرفة ما هي طبيعة النظرية التي تتحدث عن دور هؤلاء القناصة في أحداث الشرق الأوسط. نراقب اليوم عملية تدميرية منظمة تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، تهدف في المحصلة إلى تخريب النظام السياسي والاقتصادي العالمي. نسأل من أين للولايات المتحدة هذا المستوى المعيشي العالي رغم الأزمات؟ الولايات المتحدة قلقة من انخفاض قيمة الدولار، وإذا استمر بالتدهور فإن واشنطن ستفقد قوتها وتفوقها، ولذلك فهي تسعى إلى زعزعة الاقتصاد العالمي وجره مجددا لكي يكون عبدا للدولار، ليبقى العملة القوية الوحيدة في العالم، ولإدامة القروض الأمريكية. ولتحقق هذا الهدف يتعين إشعال الحروب، فالحربان العالميتان الأولى والثانية خلقت القوة الأمريكية وجعلتها مهيمنة، وقد باءت بالفشل محاولة واشنطن لجر الكوريتين إلى الحرب. الهند وباكستان لا تريدان القتال، ولم تنشب حرب بين إيران وإسرائيل، وهنا تلجأ الولايات المتحدة إلى الخيار الاحتياطي، زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى في العالم العربي الغني بالثروات. عمليا المشكلات التي تعاني منها البلدان العربية والإسلامية ليست بدعة، وهي موجودة في معظم بلدان العالم، ويمكن إذا شئنا التلويح بشعار تحرير إيرلندا الشمالية من قبضة لندن، فيما لو أراد أحد زعزعة استقرار بريطانيا العظمى، ويمكن عبر الإنترنت التحريض على العصيان، ولكن لكي تتحقق الثورة يجب أن يرقدم ويتساقط القتلى في الشوارع، وإذا لم تطلق السلطات النار على المتظاهرين فإنه يجب مساعدتها بين مزدوجين على هذه الفعلة. هنا تحديدا دور القناصة. معذرة، أنتم تقولون أن كل ما يجري هو من ترتيب أمريكي أو بريطاني أو أمريكي بريطاني مشترك، ولكن توجد أسباب موضوعية للثورات الشعبية في العالم العربي. نعم، توجد أسباب موضوعية، فهذه البلدان تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية حقيقية، ولكن ألا يلفت نظركم أن تنفجر الثورات دفعة واحدة وبتسلسل مريب وفي منطقة محددة تعتبر عصبا اقتصاديا خطيرا في العالم؟ برأيي فإن هذا التسوق ليس صدفة، ولكي يكره الشعب حكومته يجب إراقة الدماء، ولأن السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع مثلا أو خراطيم المياه أو الهيروات، فإن ذلك لن يساعد على تفاقم المواجهة، وعندها يظهر على السطوح قناصة مجهولون يطلقون الرصاص على المتظاهرين ويقتلون بعضهم. هذه الصورة شاهدناها في تونس، وظهر القناصة في مصر وفي ليبيا في بنغازي تحديدا. وهنا يجب التذكير بأن المدون الذي أبلغ بأن قوات القذافي تخرق الهدنة وبعد ذلك بدأت غارات حلف الناتو، هذا المدون قتل في ظروف غامضة وبطلق ناري من قناص مجهول. القناصة هؤلاء قتلوا 38 متظاهرا في اليمن، ويمارسون اليوم نفس المهمة في سوريا، وبين القتلى هناك جنود وضباط، وتنقل شاشة الجزيرة وبي بي سي صورا عن دموية النظام الذي يقمع ويقتل المتظاهرين ويعدم الجنود الذين يرفضون إطلاق النار على الحشود المحتجة. التقنية واحدة في كل الدول التي تعيش الاحتجاجات الشعبية. لاحظت أنكم تبحثون عن مشكلة القناصة حتى في عمق الثورة الروسية البلشفية، هل من المعقول أن يكون لهؤلاء أيضا دور في تفجير الثورة البلشفية أو في الأقل تحويلها إلى مسار آخر؟ الاستفزاز والتخريب عمرهما مئات السنين. خلال ثورة فبراير البرجوازية عام 17 من القرن الماضي في روسيا، تحدثوا عن شرطة أطلقت النار على المتظاهرين في بيتروغراد من بنادق رشاشة، وفي تلك الفترة لم تكن قوات الدرك الروسية تملك ذلك النوع من البنادق، الأمر الذي أشار له الكاتب والمؤرخ الروسي ألكسندر سالجينيتسن. لقد سقط في تلك الثورة قتلى برصاص قناصة مجهولي ولم يعثر لهم على أثر، ولم يتم الكشف عن ملف الجريمة إلى يومنا هذا. أما الشرطة المزعومة التي أطلقت النار من أسلحة لا يملكونها، فقد دخلوا التاريخ على أنهم قتلوا النظام القيصري، وعاشت روسيا نفس القصة في يوليو من نفس العام، ونفس السيناريو تكرر عام 93 من القرن الماضي حين قام قناصة من سطح السفارة الأمريكية في موسكو بقتل عسكريين روس
أمام مبنى البرلمان أو مجلس السوفيتي الأعلى الذي حله يلتسين، وأدى الحادث إلى دفع القوات المسلحة إلى اقتحام البرلمان. نفس القناصة ظهروا في قرغيزستان العام الماضي وقاموا بقتل الأوزبك والقرغيز لتأجيج النزاع العرقي. في إيران قبل عامين قتلت فتاة بنيران قناص أثناء التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات. أريد من مشاهديكم التفكير بالسؤال: لماذا تلجأ السلطات إلى أسلوب غبي غير فعال كالقنص من السطوح، في حين يمكن تفريق التظاهرات بوسائل فعالة كما حدث في البحرين حين دخلت القوات السعودية إلى المملكة واستخدمت الأسلحة الرشاشة وليس بنادق الصيد وقضت على التظاهرات في غضون بضع ساعات؟ أفهم من ذلك أنكم تستثنون البحرين من هذه المؤامرة التي تجري في الشرق الأوسط. ينبغي فهم حقيقة أن الولايات المتحدة تزيل الأنظمة الموالية لها لأنها غدت مستهلكة وتستبدلها بأخرى، ليس مستبعدا أن تحمل طابعا إسلاميا راديكاليا لتفجير منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وحتى المملكة السعودية ليست بمنأى عن هذا السيناريو وعن محاولة التثوير، وربما أيضا قطع. أعذرونا على قطع هذه المادة، المادة موجودة على اليوتيوب يمكن الرجوع إليها، مادة طويلة فيها وجهة نظر القناة ووجهة نظر هذا الخبير الروسي. نحن بالضرورة يعني لا نتحمل مسؤولية ما يقول، ولكنها يعني معطيات للتفكير للنظر. نحن لسنا بدعا من هذه الدنيا، لسنا بمعزولين عما يدور في الدنيا، علينا أن نفكر جيدا في كل المسارات، علينا أن نفكر في كل الأوضاع التي يمكن أن تحدث في بلادنا، علينا أن ننتبه جيدا لبلادنا، علينا أن ننتبه جيدا لما يدور في الساحة. لا نختزل المشهد في فعل ورد فعل، علينا أن ننظر لكل اللاعبين، لكل المستثمرين، لكل الفاعلين في المشهد. هذا درس التاريخ، هذا وعي التاريخ ينبغي أن لا يضيع علينا. ده أنا حبيت أقوله عبر هذه المادة، مسنودا إلى الحديث الذي قاله هذا الشاب الذي يتحدث عن قناصة من أحد يعني استخدام التعبير نفسه قادني إلى هذا الدرس الموجود في المنطقة العربية إبان الربيع العربي. في جدل حول أخلاقية إضراب الأطباء دار بين الأستاذ الزميل ضياء الدين بلال، كتب عمود في السوداني ورد عليه أستاذنا الكبير الدكتور عبد الله علي إبراهيم، وثم عاد زميلنا الأستاذ ضياء الدين بلال يناقشه ويحاوره من جديد. أنا أفتكر هذا نوع من النقاش المفيد الذي رغم الاختلاف بينهما إلا أنهما حافظا كما العهد بهما، يعني حافظا على لغة رفيعة للحوار، حافظا على أسلوب رفيع في ومنطق وحجاج وجدل. نحن دي غايبة الآن، أنا شاعر أنه نحن الآن الناس بدوا يستخدموا تعبيرات حادة، تعبيرات إقصائية، تعبيرات ليس فيها من المنطق والقوة، لأن المادة دي تستحق. نحن نريد أن نقدمها لكم، يعني نريد أن نرصد هذا الجدل في الدقائق القادمة. نشاهد الطبيب المضرب عن العمل في المستشفيات الحكومية، تجده لا يغيب عن الأجنحة الخاصة في نفس المستشفيات الحكومية، وقبل ذلك لا يغيب عن العيادات والمستشفيات الخاصة فيأتي إليها على أجنحة البرق. الرسالة التي ستصل المريض الفقير صاحب الحاجة للعلاج من ذلك الطبيب المضرب: لن تجدني في المستشفيات الحكومية، ليس أمامك من خيار إلا أن يسقط النظام، سوى أن تبحث عن مال يغطي تكلفة علاجك في المستشفيات الخاصة. لا يوجد طبيب يضرب عن علاج مريض لأسباب سياسية. نعم، من حق الطبيب أن تكون له مواقف ومطالب سياسية، ولكن لا يتم التعبير عنها بما يمس صحة المريض وتلبية حاجته للعلاج. هل يتوفر مبرر أخلاقي واحد لطبيب بأن يمتنع عن علاج مريض في حاجة إلى ما هو متوفر من علاج ولو كان على الأقل حبة بنادول أو محلولا وريديا؟ بإمكان الأطباء التعبير بأكثر من طريقة عن قضاياهم دون التنازل عن دورهم وواجبهم الأخلاقي والإنساني. لا توجد حالات مرضية باردة تستحق التعامل معها ببرود. المرض هو المرض، والألم
والألم، فما كان باردا اليوم قد يصبح ساخنا غدا وحرجا بعد الغد، يهدد حياة المريض نتيجة لعدم تلقي العلاج في الوقت المناسب. علاج التجاوزات أو التقصير من جانب الحكومة مهما بلغ يجب ألا يقابل بتجاوز إنساني وأخلاقي آخر من قبل الأطباء، وهو الامتناع عن علاج مريض. صحة المريض بالنسبة للأطباء يجب أن تكون خطا أحمر غير قابل للتجاوز، ومساحة مقدسة لا تقبل المناورات السياسية. من المفترض أن يكون تعبير الأطباء عن احتجاجهم مختلفا عن عمال سكة الحديد أو محالج القطن في ما هو إنساني وأخلاقي. لا تصلح قاعدة ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. دكتور علي عبد الله إبراهيم، ضياء الدين بلال، إضراب الأطباء ليس دسيسة إسفيرية. من المعلوم بالضرورة أن الفاصل بين المطلبي والسياسي في إضراب الأطباء وكل إضراب آخر متوهم، فدخل أطباء في إنجلترا وفرنسا وغيرها في إضرابات مختلفة دفاعا عن أنفسهم وعن المرضى بسبب سياسات حكومية ضيقت بها على نظم العلاج العام. في إضرابات الأطباء عندنا في العام 1996 و2000 و9 و2000 و10 و2000 وسبتمبر 16 و2000 وأكتوبر 16 و2000 طلب الأطباء بثبات تحسين بيئة الخدمة الطبية، ولم تسفر اتفاقاتهم حول المسائل التي مر ذكرها مع وسطاء الحكومة عن شيء، فقد توصلوا بعد إضراب أكتوبر 16 و2000 مع لجان كان فيها بروفيسور غندور إلى محسنات لبيئة الخدمة العلاجية، منها مجانية علاج الأطفال دون الخامسة من الفحص حتى الجراحة، مجانية علاج الحالات الطارئة خلال 24 ساعة الأولى، تهيئة خدمة الحوادث لـ 22 مستشفى، تعديل عقود تدريب الأطباء وحقوق مهنية أخرى. هذا الخمول الحكومي في تنفيذ تلك الاتفاقات داء سياسي ودواؤه في السياسة، ويرجع إلى ضعف الصرف على الحقل الصحي كما هو معروف، لما افتقرت الحكومة الخدمة الصحية بطيشها المعهود. تقابل الطبيب المجرد من عدة الشغل والمريض وأهله المشفقون كأعداء، فجرى الاعتداء على الأطباء. يصر ضياء الدين على أن إضراب الأطباء يقود لا محالة إلى موت المرضى، ويقع هذا الموت بالطبع، ولكن فايد أطانو أن المرضى يموتون أيضا خلال دوام الأطباء وبين أيديهم لخلو المستشفى من مطلوبات العلاج. لو أحسن ضياء نفسه وللأطباء لرأى نبل هذا الجيل منهم الذي لم يكف لعقود من لفت نظر الحكومة بقوة لتردي الخدمات الطبية بتكلفة فادحة. وما جاء الجيل إلى السياسة البغيضة إلا لأن ركاكة الإنقاذ في إدارة المال العام جعلت من إصحاح بيئة العلاج تابعة مهنية وسياسية من الدرجة الأولى. ضياء الدين بلال، إضراب الأطباء. لا ينكر إلا مكابر أن الأطباء يعملون في ظروف بالغة السوء ويتغاضون مبالغ مالية زهيدة دون حد الكرامة. أرفض إضراب الأطباء عن علاج المرضى في كل مكان بالعالم مهما كانت الدواعي والأسباب، وموقفي واضح وغير قابل للتغبيش أو التحوير، وسأظل ضد إضراب أي طبيب في العالم عن تقديم خدمة العلاج لمريض ولو كانت حبة بنادول. جميع من في النادي السياسي العريض من حاكمين ومعارضين ينهلون من ذات المعين العكر، ويستخدمون ذات الأدوات غير المعقمة التي تجعل من المواطن وسيلة ضغط لا غاية مقدسة يتقرب إليها بصالح الأعمال لترضى. كنت سأقف طويلا لو أن إضراب الأطباء كان ملحقا بإجراءات مصاحبة ذكية تخفف على أهل الحاجة من المرضى الذين لا يمتلكون المقابل المالي للاستشفاء في العيادات والمستشفيات الخاصة. أتفق مع بروفيسور عبد الله ومع غيره أن السبب الأساسي لتردي البيئة الصحية مرتبط بوضع الصحة في قائمة اهتمام الحكومة وترك الوزارة الخدمية الأولى للترضيات العبثية. هناك تناقض مريع في موقف المضربين عن علاج المرضى، فكيف لحكومة مهتمة من قبلهم باللامبالاة وضعف الإحساس وقتل الأبرياء بدم بارد أن يكون سلاح الامتناع عن العلاج سببا
في جرح خاطرها الإنساني، فيكون خيارها مغادرة السلطة حال نجاح الإضراب ولو بنسبة 100%. ما بين لا مبالاة الحكومة وإضراب الأطباء سيجد المواطن المريض البسيط رقيق الحال نفسه بين مطرقة الحكومة وسندان معارضيها، كل طرف يضغط على عظمه الهش ويحمل الآخر جريرة ما يحدث للمريض. جرثومة هذا الإضراب غير الإنساني وغير الأخلاقي تسربت إلى الأطباء من حاضنة النادي السياسي العريض الحاكم والمعارض، وهو ناد عقيم يعاني شحا أخلاقيا مريعا وجفافا في المشاعر الإنسانية، مع ذرائعية تبرر له كل ما يفعل بمنكرات سياسية طالما أنه يسعى لغاية يراها نبيلة. على الأطباء أن يطالبوا بكل حقوقهم المشروعة عبر التظاهر والاحتجاج السلمي وحتى بالإضراب عن الطعام، ولكن عليهم أن يجعلوا من صحة المريض خطا أحمر ومساحة مقدسة محفوظة ومرعية بواجب الدين وحق الإنسانية وقسم المهنة، حتى ولو كانوا تحت حكم نيرون. حوار رفيع نحتاجه في ساحتنا السياسية، حوار بين زميلنا الأستاذ ضياء الدين وبين أستاذنا البروفيسور عبد الله علي إبراهيم، حوار رغم مساحات الاختلاف السياسي، اختلاف الرؤى الأفكار، لكن هنالك احترام، هناك تقدير، هناك جدال بالحسنة. هذا ما نحتاجه لساحتنا السياسية، نحتاج للأسافير أن تعتمد مثل هذا النهج حتى يكون هذا الاختلاف منتجا ومفيدا. لو يتحول للسباب وشتائم وإساءات فما الفائدة؟ ما الفائدة منه؟ لن ينتج وعيا، يعني لن ينتج وعيا على الأرض، لن ينتج تغيير. ولذلك أنا يعني شديد الاحتفاء بهذا الحوار وأعتذر عن بعض الأخطاء في القراءة، لكن في النهاية أفتكر الفكرة واضحة والأفكار التي أثيرت واضحة وتستحق منا الجدل حولها بشكل أو بآخر. يعني ليس بعيدا عن إضراب الأطباء الحديث عن إضراب المعلمين اللي هو المستقبل، يعني هذا الجيل. يعني الناس لما يجي يشوفوا كل الأمم اللي تغيرت نحو الأفضل كان دائما عماد هذا التغيير أنها تعتني بتعليم النشء، تعتني بضخ المعرفة بشكل جيد. أيضا في هذا الصراع السياسي المحموم أيضا من جديد برضو في كلام عن أنه المعلمين يضربوا. يعني أنا دار أرحب والأستاذ عباس حبيب الله رئيس نقابة المعلمين، مرحب بك عباس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نود أن نعرف منكم يعني كيف سارت الدعوة للإضراب بالأمس، كيف يعني كان الوضع عندكم؟ أولا التحية لك ولكل المشاهدين والمستمعين لهذا البرنامج، وتحية لكل المعلمين والعاملين في التعليم على امتداد السودان الحديث. قبل أكثر من يومين أو ثلاثة تناولت بعض الوسائط إضرابا للمعلمين، وحدد له يوم أمس بداية الأسبوع. ولعل النقابة العامة لعمال التعليم العام هي المنوط بها الدفاع عن حقوق المعلمين والمنوط بها مخاطبتهم في مثل هذه الظروف. وشهدنا بالأمس في ولاية الخرطوم وفي كل مدن السودان انتظام اليوم الدراسي بصورة عادية وأكثر من عادية، حضور المعلمين في الزمان المطلوب وأدائهم للامتحان، وقد جرت امتحانات تجريبية في ولاية الخرطوم وعدد من ولايات السودان بصورة راتبة. كان الحضور مميز وكان حضور التلاميذ أيضا بالأمس مميز. ما أريد أقوله أن هذه المساحة وأن أتابع هذا البرنامج، اللعبة السياسية لها أطراف متعددة،
والجميع يحلم بسودان فيه استقرار، فيه سلام، فيه محبة، وهذا المستقبل. الهاتف قطع، لكن أنا برضو أشير إلى أنه نحن حاولنا الاتصال بعضو المكتب القيادي للجنة المعلمين، طبعا ده دي كمان اسم جديد يعني لنقابة أخرى غير النقابة التي نتحدث معها الآن، بالأخت بدرية محمد اتصلنا عليها كثيرا لكن لم ترد، لكن هي اليوم تحدثت لجريدة الصيحة وبررت رجع. نعم تفضل تفضل. واصل 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 اللي فاتك. نعم وعليكم السلام. نعم استاذ طاهر، انا يعني اقول انه طالما الحكومه تنشد الاستقرار وتنشد مستقبل للطلاب والتلاميذ، كذلك المعارض يفعل ذلك، فلنجعل هذه الساحه ساحه التربيه والتعليم بعيده عن التجاذبات. لم يتبقى من هذا العام الدراسي الا زهاء الشهر، فلنعمل جميعا على الحفاظ على أبنائنا وبناتنا، وأن نبعدهم تماما عن المعتركات السياسية. يعني لم ينجح الكلام عن أنه الأخت بدرية اليوم قالت في الصيحة أنه نجح الإضراب بنسبة 40%، هذا صحيح؟ كل واحد يقدر على حسب ما يرى، ولكن الواقع الذي يعني نعيشه وهو واقع يعيش كل المجتمع، يعني لا يحتاج إلى أن ننسب الأولاد مشوا المدارس، البنات مشوا المدارس، المعلمين موجودين ومشى اليوم. ما في أسر خافت من إرسال أبناء؟ يعني ما حصل الخوف؟ ولا يمدي طبعا في خوف كثير يعني الناس يخافوا أحيانا. يعني أنا بقول الخوف يعني هو شيء مشروع، فإذا كانت في بعض الأسر خافت من ذلك، نحن نلاحظ يعني حتى التظاهرات اللي بتتم ما حصل فيها اعتداء على مدرسة، ما حصل اعتداء على طفل، ولذلك طالما هؤلاء المتظاهرين بعيدين عن هذه المؤسسات التربوية، أفتكر المعلمين هم أكثر من الآباء وأكثر من الأمهات حنواً على هؤلاء الأطفال وعلى هؤلاء الطلاب، وبإذن الله سبحانه وتعالى المعلمين رغم ما يعانون من الشغف العيش إلا أنهم يقدرون مهنتهم ويقدرون واجبهم، ولذلك يعملون من هذا المنطلق بعيدا عن أي أهداف سياسية وغيرها. يعني هل صحيح أنه هنالك وجود لتهديدات بفصل الأساتذة المضربين عن العمل؟ نحن نتابع ذلك من خلال وزارات التربية على مستوى ولايات السودان. لم نسمع بتهديد ولم نسمع بوعيد، ونحن من واجبنا أن ندافع عن المعلمين طالما كان المعلم يؤدي واجبه بمهنية ويؤدي ما عليه من واجبات بصورة ترضي ضميره أولا ويحقق لأبنائه وبناته التعليم الجيد. فلم نسمع بتهديد ولم نسمع بوعيد. وفي العادة يعني كم نسبة الانتظام في المدارس منذ الأمس يعني حتى اليوم نسبة كيف؟ والله نسبة الأداء في المدارس بالأمس من قبل المعلمين هي نفس النسبة التي يعني تكون في كافة الظروف العادية في البلاد، وكذلك نسبة إقبال الطلاب والطالبات على المدارس هي نسبة ممتازة والحمد لله رب العالمين. واليوم الثاني اليوم استمرت الدراسة في كل مدارس السودان، وأنا أقول لإخواني وزملائي المعلمين المدارس التلاميذ الطلاب ليس هو المجال الذي نمارس فيه السياسة، يجب أن نمارس السياسة بعيدا عن هذه المؤسسات التربوية، لأننا ننشد المستقبل من خلاله، لأننا ننشد المستقبل أن نعمل على تهيئتهم نفسيا وأكاديميا لمستقبل زاهر بإذن الله. شكرا لك الأستاذ عباس حبيب الله رئيس نقابة المعلمين، شكرا جزيلا. أفيدكم بأننا حاولنا نتواصل مع الأستاذة بدرية محمد لكن لم ترد على الهاتف.
نحن حقيقة زمننا انتهى، كنا نريد التواصل مع سفير السودان في قطر. حسب الأخبار التي بلغتني قبل قليل فإن السيد الرئيس سيزور قطر غدا إن شاء الله. كنا نحاول مع السيد السفير نسأل عن أجندة الزيارة، ولكن أظن التلفون بتاع السيد السفير ما دخل مع أخواننا. حتى الملتقى في حلقة جديدة من حال البلد، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.